لدى استقبال سموه لعدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، أكد أن شعب البحرين بما يمتلكه من تاريخ عريق وعمق حضاري استطاع عبر السنين أن يبني وطنا ناهضا، وسيظل أبناء هذا الشعب هم العنصر الفاعل في كل ما تشهده البلاد من تقدم وازدهار في مختلف المجالات. كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل صباح اليوم بقصر قضيبية عددا من كبار أفراد العائلة المالكة، حيث تطرق سموه إلى الحديث معهم عن بعض قضايا الشأن المحلي. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن التنمية المنشودة لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا إذا توفرت لها أجواء الأمن والاستقرار، وهو الأمر الذي يعزز من ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، وأن يتدثر الجميع برداء الوطن ويحتمي به، لا سيما وأننا نعيش في منطقة من العالم تحيط بها التحديات من كل الاتجاهات. أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن غاية كل جهد تقوم به مؤسسات الدولة هو خدمة المواطن، وأن الحكومة حريصة على أن تكون جميع المشروعات تلبي تطلعات المواطنين وتوفر لهم الاستقرار المجتمعي. أعرب سموه عن اعتزازه بعطاء أبناء البحرين في كل موقع من مواقع العمل والإنتاج وما يبذلونه أو ما يبدونه من روح التفاني والإخلاص من أجل ترسيخ جوانب نهضة الوطن والإسهام في وضع البحرين في المكانة اللائقة التي تستحقها كبلد استطاع تحدي قلة الموارد والإمكانات وصنع نموذجا في النماء يشار إليه بالبنان.